الظرف ده فيه الوصولات بتاعت الحاجة بأسعارها. أنا اتفقت معاه إن الحاجة اللي عايز ياخدها يحط فلوسها في حسابكم في البنك. الحقيقة بقى بالنسبة للشبكة هو ما كانش عايز إن هو أمينة كانت عايزة ترجع له الشبكة من الأول. عادل، البنت وكلتك تتكلم بالنيابة عنها، هي مش عايزة تشوفه تاني، وطبيعي يعني إنها ما تحتفظش بالهدايا بتاعته. ميرسي يا عادل قوي دعمك معانا. ولا على تعب ولا حاجة. أنا شايف إن كده أحسن، إن كل حاجة تمت بعيد عن البيت وإن أمينة مش موجودة عشان هي كمان ما تتوترش. دلوقتي عمر قال لي إن الشنطة دي أمانة أوصلها لأمينة، بيقول إن فيها شوية هدوم وشوية رفايح. أنا مش عارف عايزة تعملي بيها إيه، عايزة تديها لها ولا عايزة تشيليها ولا أنا هشيلها؟ طبعا أنا مش عايزة البنت تتحسر. ايه مالك اتخضيتي كده ليه؟ لا لا يا حبيبتي مفيش حاجه خالص، جيتي بدري يعني. لقيت نفسي تعبانه شويه فقلت هروح اريح بدل ما اروح ليومين ثلاثه المستشفى. وهي المستشفى جت لحد عندك؟ ازاي حضرتك يا انكل؟ تمام.